غبار هذه الضربات العنيفة تعلن بقوة ضرب مدفعية الجيش لمواقع تجمعات إرهابي داعش بعد لحظات فقط من استهدافهم لقرى الريف الشرقي لمدينة السلمية بقذائف الهاون. على بعد 19 كيلومترا شرق السلمية تقع قرية المفجر الاستراتيجية، وقد توقع إرهابي داعش أنها نقطة ضعف يمكن من خلالها كسر حصار وقع فيه بعد تطهير الجيش لمدينة تدمر الأثرية وما حولها وتضييق الخناق عليهم في حدود البادية السورية. قرية المفجر الخاصرة الشرقية لمدينة السلمية، وهي الحد الفاصل لقواتنا عن قوات إرهابي داعش. تعرضت أمس نقطة المداجن الشمالية إلى هجوم كبير من قوات داعش بمختلف صنوف الأسلحة من دبابات، قاموا بضرب المداجن بالدبابات والهاونات ومدافع 23 وال14.5، ولكن صمود جنودنا في هذه النقطة وتظافر جميع القوى الجوية وقوات المدفعية وقواتنا على الأرض من قوات مؤازرة قاموا بصد هذا الهجوم. محور شرقي يحاول إرهابي داعش السيطرة عليه لفتح خط إمدادهم الأهم، وهو خط البترول الواصل إلى البادية نحو مدن حلب والحسكة والرقة دون جدوى. إن هذه النقطة المطلة على كتيبة بر الشرقي ومنطقة السلمية مداجن الخليل هي من أهم النقاط المتواجدة على الجبهة الشرقية، وهي تعتبر رأس حربة لهذه المنطقة، حيث قامت مجموعات إرهابية بالهجوم على هذه النقطة وعلى كافة القطاع، وقمنا بصد هذا الهجوم وتكبيد العدو أكبر الخسائر. ارتياح رجال القرية المقاتلين مع وحدات الجيش على الجبهات تدل بتحد على عدم اكتراثهم بالإرهابيين الموجودين على مسافة لا تبعد سوى مئات الأمتار عن بيوتهم. نحن من أهالي نفجر وما بنترك نفجر مع الجيش العربي السوري، لو أرواحنا تنزل البيوت على رأسنا ما بنتركها بإذن الله. سندافع عن قرية حتى آخر قطرة دماء في جسدنا، وندافع عن هذه القرية بكل ما نملك من سلاح حتى ولو كان سلاح الصيد. لا إشارات تدل على توقف الإرهابيين عن محاولات الضغط المستمرة على محور السلمية، لكن المؤكد أن الضربات الموجعة والمدمرة لعناصر التنظيم الإرهابي أرغمتهم على التراجع نحو نقاط خلفية عميقة. لم تنجح لا سياسة المفخخات ولا الانتحاريين ولا حتى تحشيد داعش لإرهابيهم بهجومهم الأخير من كسر صمود لمحور أول، يعلمون جيدا أنه مفتاح لتغيير الموازين. للإخبارية السورية خالد الخطيب، ريف السلمية.